أهلاً وسهلاً ومرحباً بالجميع في مدينة مراكش مؤتمر ويكي عربي 2019. سأقدم عرض يعني على ربما هو ليس مهم لتلك الدرجة ولكنه قد يكون مؤثر كثيراً. بالأمس كانت هناك مداخلة لزملاء مولر وزكريا حول بناء القدرات التقنية، واليوم عرض آخر في نفس تقريبا مشابه. موضوع اليوم هو دور البرمجة في تطوير وتسهيل تحليل المشاريع الويكي عربية. كما تعلمون أن كل مشاريع مؤسسة ويكيميديا هي على الويب، أي بمعنى آخر أن أن الجانب التقني هو الأساس المتحكم يعني فيها. قبل ذلك سأقوم بتذكير ببعض الأساسيات يعني التي يجب أن تكون في كل مداخلة. هناك مقولة مشهورة لمؤسس ويكيبيديا: تخيل عالما يمنح فيه كل شخص على هذا الكوكب حرية الوصول إلى مجموعة معارف إنسانية، هذا ما نفعله. يعني كل هذه المؤتمرات وكل هذه الأنشطة وكل يعني هذه المتطوعين هو فقط لأجل إيصال المعرفة لكل شخص على كوكب الأرض بلغته الأم. يعني هذا هو الهدف الأساسي لكل هذه المجهودات. مؤسسة ويكيميديا هي منظمة، هي تأسست مؤسسة في عام 2003 من قبل جيمي ويلز. هي يعني بعد تأسيس ويكيبيديا ولكنها جاءت يعني لإدارة الأنشطة والتوسع لويكيبيديا. مقرها في ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية. هدف هذه المؤسسة بشكل عام هو توفير إمكانية الوصول للمعرفة الحرة في كل مكان وبكل اللغات. هذا هو الهدف الذي تعمل عليه منذ ذلك اللحظة إلى هذه اللحظة. هناك تقدم مستمر. المؤسسة توفر البنية التحتية الأساسية للمعرفة، بمعنى آخر هي توفر يعني الأرضية المناسبة يعني مثلا من خوادم وكل الأشياء التقنية الأساسية. تدير خامس أكبر موقع في العالم وهو ويكيبيديا، بالإضافة لمشاريع شقيقة، يعني ويكيبيديا هي الأشهر. المشاريع الشقيقة يعني لا زالت في متأخرة قليلا. مشاريع ويكيميديا باللغة العربية، هناك ويكيبيديا الموسوعة التي أسست في 2003، ويكاموس القاموس الحر يعني الذي بدأت نسخته في 2004، ويكي الكتب أيضا، وويكي مصدر، ويكي الجامعة، ويكي الاقتباس، ويكي الأخبار. بشكل عام النشاط يعني المشروع الأكثر نشاطا لدى العرب هو ويكيبيديا، باقي الآن المشاريع خامدة جدا. أنا في رأيي الشخصي هناك بالنسبة لويكي الكتب وويكي مصدر وويكي الجامعة كانت أفضل دمجهما في مشروع واحد، يعني توفير جهد وتوفير الوقت وتوفير كل شيء. أما بالنسبة لي بالأخبار رأيي شخصي أنه لا أظن أنه سيكون مفيدا ولكن ربما في المستقبل. نذهب الآن إلى حيث أين تعمل هذه المشاريع للمؤسسة ويكيبيديا على الويب والشبكة العنكبوتية. بشكل عام هو نظام يعمل على ترابط المستندات ببعضها البعض أو مجموعة من النصوص الفائقة التي تعمل فوق النت. تم إنشاؤه سنة 1989 قبل تيم بيرنزلي، هو بريطاني. يعني هناك الناس تخلط بين الويب والإنترنت، هناك فرق واضح. الإنترنت هو شبكة هائلة يعني يوجد بداخلها عدد لا يحصى من الشبكات. أي أن الويب جزء من الإنترنت، الإنترنت يضم الويب والإيميلات والدردشة وكل شيء. مواقع الويب تعتمد بالأساس لإنشائها على لغات برمجية، حيث كل لغة لها وظيفة معينة. مثلا لغة HTML وظيفتها فقط وصف كيف سيظهر النص، مثلا هنا فقرة، هنا العنوان، هنا كل شيء. لغة CSS هي وظيفتها فقط يعني المظهر، يعني الشكل، اللون، الموقع، تموقع يعني العنصر. جميع مشاريع مؤسسة ويكيميديا توجد على الويب، يعني كلها يعني بدون استثناء توجد على الويب، يعني بمعنى آخر أن يجب الاهتمام يعني بالجانب البرمجي، لكي لأنها هي تعطي مساحة للمتطوعين يعني لكي يحسنوا بمفردهم يعني. هو في حقيقة الأمر أن سر نجاح مشاريع ويكيميديا هي أنها من وإلى الجمهور، يعني بمعنى آخر هي تعطي الجمهور هو الذي يكتب وهو الذي يقرأ.
هذا هو سر نجاح التغيير. تقوم مشاريع ويكيميديا على برنامج ويكي على برنامج ويكي أن يفتح مصدر اسمه ميديا ويكي. هذا هو البرنامج الذي تقوم عليه كل المشاريع. يعني ميديا ويكي هو برنامج يعني حر يوفر يعني إمكانية للتعديل حتى من غير تسجيل الدخول. يعني برنامج ميديا ويكي هو يعطي أقول أنه يعطي مساحة خاصة لغير حتى لغير المتخصصين يعني لاستعماله. ما هو برنامج ويكيميديا؟ ميديا ويكي تطوره مؤسسة ويكيميديا أي هي التي تصدر إصدارات يعني وتصلح الثغرات وتصلح كل شيء يتعلق به. أول إصدار لهذا البرنامج كان يوم 25 يناير في 2002. هو في الأصل صمم لأجل ويكيبيديا ولكنه يستخدم في جميع مشاريع الويكي حتى تلك التي لا تديرها مؤسسة ويكيميديا. حاليا يستخدم إدارة موقع في كافة مشاريع مؤسسة ويكيميديا. برنامج ميديا ويكي منشور تحت رخصة جنو العمومي وهو حر ومفتوح المصدر يعني يمكن أي شخص يعدل عليه. ما هي مميزات برنامج ميديا ويكي؟ هو واجهة قابلة للتعديل وهو أيضا يردم محتوى عبر نطاقات. مثلا في ويكيبيديا النطاق الأساسي الذي يمنحه نطاق صفر هو نطاق المقالات. هناك نطاق آخر اسمه مثلا نطاق البوابات، نطاق يعني قوالب، نطاق يعني ميديا ويكي، نطاق يعني مثلا الوحدة. المهم كل نطاق له يعني مميزات خاصة. وأيضا يسمح بإضافة امتدادات تقوم بإضافة خصائص إضافية يعني إكستيشن يعني مثلا في يقوم بإضافة لا تطوره المؤسسة يعني هناك إضافات هي مؤثرة ولكن يضيفه متطوعون أيضا. يحتوي أيضا يميزه صلاحيات مجموعة المستخدمين يعني يقيد الوصول يعني هناك إداريين محررين مثلا هناك مقالة معينة تدخل يعني ولا مثلا تستطيع تحريرها يستطيع تحريرها فقط المحررين يعني مثلا أشخاص موثوقين هو يمنح هذه الصلاحية أن غير هؤلاء الأشخاص لا يحررونها. يحتوي البرنامج على أكثر من 900 خيار إعدادات وأكثر من 2000 إضافة متاحة للتحميل لزيادة محتوى ميزات نواة البرنامج. أهم النطاقات التقنية هي ميديا ويكي ووحدة وقالب. بالإضافة إلى ذلك يمكن كتابة برامج تسمى بوتات تقوم بأعمال مملة ومكررة مثلا إضافة تصنيفات مقابلة من اللغة أخرى أو يقوم بتصحيحات إملائية معينة مثلا. ما هي المشاكل التي التقنية التي تواجه المشاريع ويكي عربية؟ هناك في نطاق الميديا ويكي صفحات المسؤول عن الواجهة CSS يعني المسؤول عن المطر عن الصفحات. توجد يعني مشاكل كبيرة خصوصا في الكود المصدري يعني. نطاق الميديا ويكي أيضا هناك الصفحات المسؤولة عن الديناميك يعني تحميل أدوات وإضافات وهي التي تكون مكتوبة بلغة الجافا سكريبت. وأيضا هناك نطاق اسمه نطاق وحدة الصفحات المتعلقة بالقوالب يعني هناك تؤثر قوالب مباشرة وهي تكون عادة مكتوبة بلغة الواقع. من المشاكل التي واجهت ويكيبيديا العربية والمشاريع العربية بصفة عامة تقريبا هو التكرار يعني سواء في لأننا المشكلة نحن لا ننشئ أشياء من عندنا فقط نأتي بأشياء من ويكيبيديا الإنجليزية أو الفرنسية أو أشياء أخرى بلغة أخرى مثلا لأنه ربما ليس هناك وقت أنك تتعب عقلك وتبتكر برا كود مصدري جديد. وأيضا هناك تكرار في قوالب نفس المهمة مثلا كان هناك نقاشات كبيرة على الموسوعة أن هناك كل مثلا عندما تأتي إلى مقالة مثلا الدولة تقرأ إنفو بوكس يعني هناك قالبين يستعملهم المحررين هناك قالب يعني مأخوذ من ويكيبيديا الإنجليزية وقالب آخر مأخوذ من ويكيبيديا الفرنسية. هناك كانت صراعات ما بين الفرنكوفوني والأنجلوفوني يعني مثلا الأشخاص الذين المستخدمين الذين يأتون يعني من مغرب الجزائر تونس يواجهون يعني في صدام مباشر مع الآخرين في المشرق لأنهم يأتوا مباشرة يستخدمون الشيء التقني اللي في ويكيبيديا الإنجليزية. هذا هو المشكل يعني المشكلة نحن ليست لدينا هوية فقط نأخذ من الآخرين. أيضا العشوائية غياب التنظيم والتنسيق يعني في هذه كل النطاقات يعني لا يوجد أي تنسيق حتى في العلماء يعني شخص أراد أن يكتب مثلا الخطوة الأولى يجدها صعبة من أين سيبدأ هذه المشكلة يعني لا يوجد دليل بسيط سهل ويعني
فقط يعني مثلا انا لاحظت يعني في لغات اخرى يكون لديهم دليل بسيط جدا يعني لكل شخص يستطيع ان يخدمه. مثلا اذا احتجت الى صندوق معلومات تذهب مباشره الى قائمه وتختار الذي يناسب موضوعك بدون عناء. صحيح هناك تطور الامر اصبحت الان ويكي بينت، ولكن هذا ايضا لا يزال مؤثرا. ايضا الهويه يعني استيراد من باقي اللغات دون ترجمه ما يمكن ترجمته للعربيه. هناك اشياء في القوالب وفي كل شيء تاتي يتم استيرادها من لغات اخرى ولا يتم ترجمتها، تترك هكذا بحروفها اللاتينيه. يعني هذا يعني يشوه من الهويه يعني ان نحن عاجزون يعني عن ابداع من انفسنا نحن. غياب فلسفه تقنيه موحده متعلقه بكل مشاريع ويكيميديا باللغه العربيه، يعني لا قد تذهب مثلا الى مشاريع اخرى اسبانيا ايطاليا فرنسيه تجد هناك تنسيق محكم يعني بين ويكيبيديا ويكاموس ويكا الكتب يعني وايضا ويكي مصدر تقريبا يعمل بنفس المنهجيه وهناك يعني هناك اتصال مباشر ما بين هؤلاء. ايضا الضعف على التقنيه مقارنه بباقي اللغات كالانجليزيه والفرنسيه والاسبانيه يعني عدد قليل من المبرمجين. مشكلتنا نحن في الوطن العربي اننا ماديين لاقصى درجه. المبرمج عوض ان يعمل على مشروعه الخاص مثلا لربحي فانه يذهب يقول لماذا انا اضيع وقتي هناك، هو هناك تفكير مادي فقط، لماذا سيضيع وقته يعني، في حين في اللغه تكون عدد كبير. مثلا عندما تقع مشكله في ويكيبيديا العربيه يجب ان يعني تطرحه في الميدان ميدان التغيير وتنتظر، اذا لم يحل الامر يعني تقوم باستدعاء اخرين يعني من ويكيبيديا اخرى. هذه هي المشاكل. هذا نموذج حول فلسفه تقنيه برمجيه موحده. لا يهم المحتوى، انا اتحدث عن الشكل الان. بالنسبه من اقصى اليسار يعني هناك القالب الذي يكون في ويكيبيديا الانجليزيه، يعني هناك اطار معين تقريبا جميع القوالب يعني متشابهه في كل هذه الطريقه وتقريبا جميع الاطارات هكذا. في ويكيبيديا الفرنسيه يعتمدون مثلا على الالوان وعلى الشريط مثلا في الاسفل، جميع القوالب هكذا. في اسبانيا كذلك وفي ايطاليا كذلك، بينما لو اتيت الى العربيه ستجد هناك انفو بوكس يعني بشكل انجليزي وبشكل ايضا فرنسي اشكال نقصد، لا توجد يعني تنسيق محدد يعني على الاقل هذا يؤتي يعني يمنح على الاقل تستمتع بالقراءه يعني مثلا، لان هناك حتى يعني المبرمجين الخبراء التقنيين الموجودين المتطوعين في الويكيبيديا العربيه لهم خلفيات معينه يعني كل شخص يعني يريد ان يعني كل شخص يعني مثلا الاخر فرانكوفوني والاخر انجلوفوني. ولكن لكي نتجاوز هذه المهمه نحتاج الى ان نبدا من جديد، يعني ان ننظم الشيء من جديد، او بتعبير اخر نحتاج الى هندسه ويكيبيديا العربيه او هندسه المشاريع، لان الهندسه اقتحمت جميع المجالات، يعني نحن نتحكم يعني في مصيرها يعني باتجاهها. اول ارضيه هي التقنيه مثلا، هي يعني الجانب البرمجي هو الاساسي اولا في الارضيه يعني. يعني مثلا عندما تريد ان قبل ان تاتي بالاطباء او مثلا الكتاب ليكتبوا اشياء يعني خبراء، فانت يجب ان تهيئ لهم الارضيه اولا لكي ليسوا مختصين، يجب ان تهيئ لهم سهوله يعني بدل ان يبحث ويتعب نفسه يجب ان تهيئ له الارضيه. لغات البرمجه لغات البرمجه الاساسيه المتعلقه بالميديا ويكي هي تقريبا ليست بتلك الصعوبه، ولكنها يعني يستطيع الجميع يعني على الاقل تعلمها. هناك خمس تقريبا اربع لغات اساسيه، هي بالنسبه للغات اتش تي ام ال ربما هي ليست لغه برمجيه لغه وصفيه، ولكن مع الاتش تي ام ال 5 يعني تقدمت خطوه كبيره. ايضا السي اس اس يعني لغه تتحكم في المظهر يعني في الشكل العام للموسوعه. جافا سكريبت يعني تتحكم في تحميل الادوات والاضافات ويعني ديناميكيه خاصه. لوا لها علاقه يعني علاقه مباشره بالجداول والقوالب وهي لغه خفيفه على الخوادم، افضل ان تكتبها بصياغه الويكي. بايثون انا اخذت نموذج فقط، هي فقط لاجل يعني اجل مثلا انشاء بوت، يعني هناك لغات بي اتش بي لغات اخرى، ولكن بايثون لديها مكتبه يعني في الميديا ويكي مشهوره كثيرا. سأمر اللغة بلغة مهمة واحدة. لغة ترميز النص الفائق. لغة ترميز النص الفائق هي تستخدم في إنشاء وتسمية صفحات مواقع الويب.
وتعطي أيضا متصفح الأمثلة وصفا لكيفية عرض الصفحة الويب لمحتوياتها. مثلا تقول هذا هو العنوان، هذا هو مثلا الفقرة، لأن هناك أقول مثلا محركات البحث كجوجل وغيرها تستخدم يعني برامج بوتات، يعني تستطيع أن أقول يعني مثلا تستطيع أن تظهرها في النتائج الأولى. مثلا هناك في موقع ويب ستجد مثلا مقال، مثلا أنت تبحث عن مقال مهم، تبحث عن كلمة مهمة مثلا مراكش مثلا، هو إن وجدها في لو كان الوصف يعني في العنوان هو مراكش سيذهب مباشرة إلى ذلك الموقع ويحضره. أما لو كانت مراكش يعني بدون ذلك الرمز الذي يسمى الوسم ما بين وسمين، لو غير موجودة فولا يستطيع التعرف عليها هي مهمة أم غير مهمة. أول إصدار للغة تميز نص الفعل كان سنة 1991 من قبل تيم بيرنز اللي هو مخترع بريطاني. هذه في تلك اللحظة اخترع تلك اللغة، هو كان بالمفرد. آخر إصدار كان الخامس في 2014، هو لا لأنه النهائي هذا الإصدار الخامس، ولكنه الإصدار أكثر تطورا. تم إضافة أشياء مميزة أخرى في هذه في هذه النسخة، مثل إضافة الوسم للفيديو والأوديو لم يكن موجودا من قبل. من قبل عندما كنت تتصفح يوتيوب أنت كنت تحتاج إلى نوع من الإضافة المساعدة في تقوم أدوبي فلاش بلاير لكي تقرأ الفيديو، أما حاليا فأنت لا تحتاج إلى أي برنامج مساعد. تعتبر لغة ضرورية بجانب لغة CSS من أجل تصميم صفحات ومواقع الويب، يعني تعتبر لغة أساسية، لا يمكن أن تنشئ موقع ويب يعني مثلا بدون هذه اللغة. الآن لغة أوراق الأنماط المتتالية. نعم التعريف غير مناسب تقريبا، ولكن هي اسمها أصلي كاسكيدينج ستايل شيت، يعني هي لغة وصفية، لغة تنسيق للصفحات التي تهتم بمظهر الصفحات من ألوان وخطوط وغيرها. كان أول إصدار في سنة 1996 من قبل رابطة الشبكة العالمية. قبل هذه اللغة كان تقريبا وصف المظهر كله كان مضمنا في لغة ترميز النص الفائق. هذا كان يشكل يعني عندما تصبح الصفحة كبيرة ومحتوى كبير يشكل عائق، فتم اختراع هذه اللغة يعني تكون مستقلة. ربما قد تتساءل لماذا صفحتين لأجل هذا الغرض. السبب بسيط، وهو أنك مثلا عندما مثلا أنت تريد أن تجعل جميع مثلا الفقرات مثلا باللون الأبيض مثلا أو باللون الأسود لديك كثير من الصفحات، أنت لا تستطيع مثلا سيكون متعب أنك ستذهب إلى كل الصفحات وتغير اللون، في حين عبر هذه اللغة أنت تضع ملف خارجي تستطيع أن تضعه في رابط تستطيع أن بملف واحد تستطيع أن تغير اللون. هذا هي سهل ولم تصعب. يمكن إضافته للصفحة بعدة طرق، أفضلها التضمين الخارجي بكتابة شفرة CSS في ملف منفصل كما قلت مؤخرا. ما علاقة هذه اللغة بالويكي يعني بويكيبيديا وغيرها؟ أولاً هي تستعمل في الصفحات المسؤولة عن الواجهة في نطاق الميديا ويكي، تستعمل يعني في هناك نطاق ميديا ويكي اسمه كومون CSS. هذه الصفحة مسؤولة عن عرض يعني الألوان والخطوط والتناسق وأيضاً في القوالب مثلاً. أيضاً تستعمل في إضافات موجهة لعامة المستخدمين. مثلاً أنت هناك إضافات مثلاً تستطيع أن تجعل جميع التحويلات بلون أخضر. تستعمل ايضا في القوالب بجميع انواعها، يعني هي يعني الجانب الاول الذي يعطي القوالب يعني شكلها. عندما قدمت قبل قليل نموذج لصناديق معلومات كان المتحكم الاساسي هو اللغه، هذه هي المشكله. وايضا تستعمل في الجداول وتنسيق الصور في الصفحات، وايضا تستعمل في تخصيص المظهر لكل مستخدم، يعني تخصيص المظهر مثلا أنت ترى ويكيبيديا يعني بسيطة جدا، يعني لا توجد ألوان مثل المواقع المتنوعة والألوان تنوع كذا، لكنها تتيح لي الإمكانية عندما توجد حساب تقوم يعني أنت بنفسك تظهر بالشكل الذي تريده. هناك يعني تمنحك هناك تقنية محددة إن كنت تجيدها، يعني اللغة تستطيع أن تغير أن تتصفح بشكلك الخاص، يعني مثلا تظهر مثلا إذا أردت إظهار جميع التحويلات باللون الأخضر ستظهر باللون الأخضر، أو إعطاء خلفية خاصة للمقالة بأي لون تريدها يعني شخصيا تلك. الآن نمر إلى لغة جافا سكريبت. هذه اللغة برنامج ديناميكية تستخدم في المتصفحات لإنشاء صفحات تفاعلية. هي لغة يعني للتحريك مثلا عندما
أي يعني أي تفاعل يعني حركة مثلا. تم ابتكارها سنة 1995 من قبل براندن آي في سنة 1995. يتم تطويرها حاليا من طرف شركة نيتسكيب وشركة موزيلا، وهي تستعمل لإنشاء تطبيقات في الويب، وهناك خط أيضا ما بين الجافا وجافا سكريبت. لا توجد أي علاقة بين لغات الجافا وجافا سكريبت سوى بالاسم، هي مأخوذ من الاسم رغم أنها أصلا مبنية عليها. ما علاقة الجافا سكريبت بالويكي؟ أولا هي تستخدم أيضا في صفحات لطاقم الميديا ويكي، يعني في الإضافات، يعني في تحمير عندما تذهب إلى تعديل مقالة تظهر لك الأدوات. هناك عندما لا تكون مفعل الإضافة هناك أدوات لا تكون موجودة، ولكن عندما تفعل الإضافة ستظهر أدوات جديدة مساعدة. أيضا تستخدم تطوير إضافات لكل المستخدمين، تسمح للمستخدمين باستعمالها للقيام بأعمال شخصية في الويكي، يعني هذا تعطي أيضا يعني يتحكم بجانبه الشخصي. على مثلا الجافا سكريبت تستطيع مثلا أن تظهر في اللغة تظهر بشكل مرتب في الجانب يعني في المقابل، لكنك تستطيع مثلا أن تجعل في الترتيب أول اللغة الإنجليزية ثم الفرنسية ثم تختفي باقي اللغات، يعني تظهر 10 لغات فقط. هذه هي اللغة المساعدة على فعل ذلك عبر سكريبت. تسمح باستخدام أدوات جديدة مساعدة على التحرير كما قلت قبل قليل. نمر إلى اللغة التالية وهي لغة برمجة متعددة النمط، صممت لتعمل كلغة برمجة نصية، وهي قد أنشئت من قبل فريق برازيلي سنة 1963. تستخدم في الويكي من أجل القوالب باعتماد على امتداد سكريبنتو، يعني هو برنامج في الميديا ويكي تم استهداته. ويوجد نطاق خاص لكتابة الصفحات باللغات واسمه وحده، هناك عندما تكتب وحده وهناك تجد اسم يعني بالبادئة نطاق خاص لكتابة هذه الملفات. أيضا تسمح على تساعد على تصميم جداول معقدة والقيام بأعمال ديناميكية، يعني تساعد صيغة أحيانا لا تكفي لكتابة كل تلك القوالب لتؤدي وظيفة معينة. نمر إلى اللغة الأخيرة التي قد تكون مهمة وهي لغة بايثون. بايثون هي لغة عالية المستوى، يعني لغة برمجة تتميز بسهولة قراءتها وكتابتها، كذلك تعد لغة سهلة التعلم. ابتكرها وطورها غايدو فان روسل، وقد تم الإعلان عنها لأول مرة سنة 1961. تتميز لغة بايثون بتعدد المكتبات البرمجية، وهي أيضا لغة برمجة مفتوحة المصدر، يعني مثلا يمكن توزيع نسخ منها وإجراء تغييرات عليها بحرية. هي تستخدم لتطوير الويب بواسطة عدة أطر عمل فريم ورك، مثلا منها إطار فلاسك وجانجو. أين تستعمل هذه بايثون في الويكي؟ مع يعني ما هو دورها؟ هي تستعمل في هناك يعني إنشاء برنامج آلي يقوم بتعديلة آلية اسمه بوت. البوت هو عبارة عن برنامج آلي صمم للقيام بمهام متكررة محددة على موقع الويكي. هناك أعمال يعني لا يمكن أن يضيفها، مثلا إضافة القالب بوابة في الأسفل لا يمكن أن تقوم بهذا والإنسان يعجز عن ذلك، الآلة تستطيع فعل ذلك بسهولة. بايثون لغة تساعد على تطوير البوتات في مشاريع ويكيميديا لأغراض عديدة. المكتبة المشهورة هنا في ميديا ويكي هي بي ويكي بوت، يعتبر مكتبة بلغة بايثون وتجميع أكواد ونصوص برمجية. باي ويكي بوت يعمل تلقائيا على مواقع الميديا ويكي. تطوير وتشغيل البوتات عادة ما يكون خارج دور المستخدمين العادي، حيث يحتاج إلى خبرة في البرمجة ويجب القيام بالتنسيق مع إداري الويكي، لكن هذا لا يعني أن هذا غير ممكن بالنسبة للعامة، ربما مجهود قليل بسيط تستطيع أن تفعل ذلك. هناك استراتيجية لتطوير الجانب البرمجي للمشاريع الويكيميديا العربية، ربما نحتاج إلى تنسيق خاص. مثلا إنشاء فريق تقني في من المتطوعين ناطقين باللغة العربية على الميتا، يعني مثلا نقوم بدعوة المتطوعين الذين لديهم خبرة، ويعني ونقوم يعني مثلا بمجموعة خاصة، حيث إذا وقعت مشكلة مثلا توضع يعني مثلا هناك المشكلة، ويعني كل شخص إذا كان حاضرا سيعالجها. أيضا تهريب كتب تعليمية للغات المتعلقة بالويكي ونشرها على الويكي كتب. أيضا محاولة تنظيم كل النطاقات مع فلسفة تقنية خاصة لجميع المشاريع. الاهتمام بتطوير قوالب وتنظيمها والأدوات لجعل التحرير أسهل.
وايضا تحديد اهداف تقنيه باستمرار لاصلاح وتطوير المشاريع العربيه، وايضا الانفتاح على التعليم الجامعي ومتاح للطلاب علوم الحاسوب. يعني في برنامج التعليم عاده لا يتم التركيز على هذا التخصص، خصوصا طلاب علوم الحاسوب. يعني نعم المجالات الاخرى مهمه، الهندسه، الطب وغيرها مهمه، لكن لو انك مثلا برنامج التعليم يهتم بطلاب علوم الحاسوب سيضرب عده عصافير بحجر واحد. سيضيفون المحتوى التقني على الموسوعه العربيه، ولكنهم في نفس الوقت قد يساعدون في حل المشاكل التقنيه للمشاريع العربيه. وايضا لما لا انشاء مسابقات يعني بين تطوعيه وتحديات تقنيه بين المستخدمين، يعني تحديات خاصه ما بين المستخدمين فقط، يعني تقنيه بصفه عامه. للذهاب بعيدا، هذه ربما فقط من باب الاضافه، لغه بي اتش بي هي لغه برمجه سهله تطوير امتدادات في الميديا ويكي، لغه خادم. سي بلس بلس تساعد على تطوير تطبيق هيكل، هناك تطبيق مساعد في التحرير. سي شارب يعني لغه تساعد على تطوير برمجيه اوتو ويكي براوزر. جافا هي لغه تساعد على تطبيق الموبايل بجانب لغه السي الكائنيه. هذه ربما إذا أردت الذهاب بعيدا في هذا المجال. وأخيرا شكرا للجميع. سؤال؟ 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 واش كان يقول؟